مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كيما شفتوا هذا الفيديو مختلف على لي فيديو الاخرين، غنخرجوا شويه من الطبخ وغادي نمشيو للبشره. وهذا الفيديو هذا اللي متميز فيه اني مشاركه مع قناه حمزه بيوتي ستار اللي جايب لكم منتوج زوين. وهذا الفيديو هذا بغينا نعالجو مشكل حب الشباب. المهم المنتوج اللي غايجيب لكم حمزه واحد المنتوج اللي زوين لحب الشباب، وانا غنعطيكم نصائح اللي غادي تساعدكم بزاف باش تحاربوا هاد حب الشباب من البيت. مهم هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو، يلا معايا نبداو في الوصفات اللي غنديروا للوجه ديالنا باش نحاربوا حب الشباب. وما تنساوش تمشيو عند حمزه بيوتي ستار باش تشوفوا المنتوجات اللي ممكن تشريو ويساعدوكم باش يحيد حب الشباب. هو غادي يجيب لكم واحد الوصفات اللي هما زوينين بزاف اللي ممكن تشريوهم، لي برودوي اللي ممكن تستعملوا للبشره، وانا غنجيب جيتكم مواد طبيعيه من البيت. المهم هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم. كما شفتوا انا جيت معكم، عندي هنايا البلبوله ديال الشعير كما كتشوفوا، هي هذه البلبوله ماشي الدقيق ديال الشعير، البلبوله يكون احسن. هي هذه اللي عندي هنايا، هاد البلبوله غنشدها وغنرقدها في الماء ديال الورد. عندي هنا ماء الورد، انا كنفضل نستعمل هاد الماركه هذه، راه بالنسبه للبنات اللي في اوروبا راه موجوده عند القزار، كاين ماء زهر وكاين ماء الورد. هو هذا غادي نرقدوا فيه البلبوله ديالنا، هي هذه انا رقدتها من البارح، احسن حاجه ترقدوها نهار قبل. وغادي نخلطها مزيان بالخلاط الكهربائي، غنطحنها مزيان في مونينيكس ولا في الخلاط الكهربائي. المهم بعد ما خلطنا هذا الخليط مزيان بالخلاط الكهربائي، تنحصلوا على كريم بحال هكايا، غادي نديرو في زلافه. انا رجعت معكم بعد ما طحنت داك الخليط كما قلت لكم ديال ماء الورد والبلبوله ديال الشعير، غادي نخليهم يباتوا الليله كامله، غنرقدوا البلبوله الشعير وسط ماء الورد. بعد ما غيوجد لنا هذا الخليط، تكون عندي هنايا قرعه كما كتشوفوا تكون معقمه، احسن نعقموها. نورمالمون ما غنستعملوش كاع هذا الخليط، هذا القرعه غندير فيها هذا الخليط اللي عندي قلت لكم ديال الماء الورد والبلبوله، غنديرو هنايا كما كتشوفوا. هذا غنسد عليه وغنحطو في الثلاجه باش يكون عندي الخليط موجود. المهم ما خصوش يفوت اسبوع في الثلاجه، لا سيمانه بركه. المهم غنديرو داكشي اللي غيكفينا جهه سيمانه باش نحاولوا هاد الخليط هذا، خصنا نحاولوا نديرو على الاقل نهار ايه ونهار لا، قد ما تبعنا قد ما زوين. دابا غنقول لكم علاش لايق هاد الخليط هذا. هاد الخليط هذا نورمالمون فاش يكون فينا حب الشباب تيخلي لنا دوك البقع السوداء في الوجه. الخليط هذا الدور ديالو باش يحيد لنا دوك البقع السوداء، ما تتوقعش ديك الكحوليه في وجهنا. بعد ما نقصنا الخليط ديالنا في القرعه كما قلت لكم تكون معقمه، ضروري ضروري تكون معقمه هذه القرعه هذه، غادي نزيدو هنايا عندي كما قلت لكم الكميه اللي خليت. عندي هنايا الالوفيرا، هي هذه غادي نحيدو منها داك الجيل ديالها للوسط. يا ممكن الا كانت عندكم بحال هذه شجره راه احسن، ما كانتش ممكن تستعملو ها هو الجيل ديالها، غادي نديرو هنايا وسط من هاد الخليط هذا، وغادي نخلط مزيان، نديرو جهد معلقه ديال هاد الجيل ديال الالوفيرا، وغنخلط مزيان هاد الخليط تنسجم مع بعضياته. غنحصلو على خليط بحال هذا. دابا غنقول لكم علاش لايق هاد الخليط، هاد الخليط ديال الالوفيرا وما زهر والبلبوله. ما غنديروش الالوفيرا مع هاد الخليط هذا، وقت ما نهزو نزيدو عليه الالوفيرا بحال هكا، نقطعوها ونحيدو من هذاك الجيل اللي كاين الوسط، نزيدوه ديك الساعه نوت الا كنشريو جيل تكون فيه غير الالوفيرا، الا كان بيو يكون احسن. كنزيدو معلقه، كل واحد يهز الكميه اللي باغي، انا نكتفي بهاد الكميه هذه. هاد الخليط هذا لاش زوين،
دوك البقع السوداء اللي كنخلي لنا بالشباب، هاد الخليط هذا زوين بزاف لهذوك البقع، هو اللي كيحيد لنا البقع السوداء من وجهنا. نورمالمون تنديروا الدواء لوجهنا باش يحيد الحبوب وداك الشيء، هذا كيخلي البشره صافيه ما فيهاش النقط دوك السوداء ولا فيها الالوان مختلفين. لا اي منطقه في الجسم ديالنا، ماشي اي منطقه في الجسم ديالنا شتي فيها الكحوليه، هاد الخليط هذا راه زوين بزاف. ولا شي واحد تقمش في وجهه وخاف لا يبقى ليه سيكاتريس ولا شي حاجه، يدير هاد الخليط راه زوين بزاف للوجه. انا كنديرو ديما. المهم كنخلطو مزيان هذاك جل مع البلبوله وكندهنو به بحال هاد الطريقه هذه الوجه ديالنا، وكنخليوه مده 10 دقائق فوق وجهنا حتى ينشف. اش كنديرو؟ كنغسل وجهنا مزيان، خصو يتغسل الوجه مزيان بلا صابون بلا والو. علاش ما نديروش الصابون؟ لان الوجه ديالنا الى الوجه ديالنا فاش غنديروا فيه هذا الخليط هذا، حنا راه غاسلينه من قبل بالصابون. كما قلت لكم احسن حاجه يكون الصابون ديال الالوفيرا. فاش نغسلوا وجهنا مزيان بالصابون عاد غنحطوا هذا الخليط هذا، راه صافي حنايا هدفنا من بعد ما نحيدوش كامل، كنغسلوا وجهنا وكنمسحوا وصافي. شفتوا غالبا البشره كيكون فيها حب الشباب راه كتكون دهنيه. الا شنا وجهنا مثلا تيبان لكم ناشف وداك الحبوب دارنا تيبقى، المهم كتكون فيك بحال الحكه في وجهك، احسن حاجه غنقدر ننصحك بها عندي هنايا، يا نديرو زيت ارغان كما كتشوفوا. تال من بعد غنهضر لكم على زيت ارغان، راه كنشري غير من هنايا. هذا زيت ارغان بيو، المهم فيه الرايه ديال المغرب كما كتشوفوا، شاريه غير من هنايا. كنديرو ندهنو وجهنا بزيت ارغان، راه ما كيخليش ديك، المهم تيخليش ديك الحكه في الوجه ولا داك الحبوب يبقى يحرقنا. او واحد الزيت ثاني خطير خطير وزوين وكيحيد حتى هو البقع من الوجه، زيت الهنديه، زيت ديال الكرموس الهندي. الا كنتو تقدروا توفروا عليه الحق يكون حقيقي، هذاك راه زوين بزاف 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 حتى هو للبشره. المهم كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، وما تنساوش تمشيو عند حمزه بيوتي ستار، راه هو راه عنده وصفته هو زوينه بزاف. بالطبع هذيك داك المنتوج اللي غادي يهضر لكم عليه وغيوريكم اللي زوين لحب الشباب، زائد هاد الوصفه هذه اكيد 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 من هنا للصيف ان شاء الله الوجه ديالنا ما يبقى فيه والو. لحقاش احسن فتره نداو فيها البشره ديالنا هي هاد الوقت هذه ديال البرد. نورمالمون ما تتكونش ديك الشمس بزاف حاره، تنغديو البشره ديالنا وقت البرد باش نوجدوها للصيف، حيت الصيف راه احسن حاجه ما نديروش الوصفه الطبيعيه لوجهنا، احسن حاجه نبعدو عليها. كما كنعرفو كتاثر بزاف على الجلده فهاد الفتره ديال البرد وفي الفتره ديال الربيع، تما فين كنغديو البشره ديالنا. كنتمنى هاد الوصفه هادي تنال اعجابكم، وتنشكركم بزاف، مع السلامه. انا رجعت معكم بعد ما درت الوصفه لوجهي. هاد الوصفه ما كنديرهاش بوحدي، كنديرها حتى لبنتي اللي عندها 14 سنه، وراكم كتعرفوا لاج ديال 14 عام تيكون ديما في الوليدات الحبوب اللي دراري بنات. المهم هاد الوصفه هادي راه زوينه بزاف، وعن تجربه كنديرها انا وكنديرها لبنتي، هي ما بغاتنيش نصورها، قالت لي ما بغاتش تصور، هي حره، ولكن انا صورت وجهي وريت لكم. كنديرها حتى انا. اللي زوين في هاد الوصفه هادي هي كتوحد لون البشره، كنت نديرها غير هي والماء ورد، راه زوينه بزاف، ولكن الا زدتو فيها الالوفيرا كتكون احسن احسن، تتعطي نتيجه واعره للبشره. وكنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، واللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يلحقوا كل جديد. واذا عجبوكم فيديوهات بحال هادو خليوها ليا في التعاليق، ديروا يا لايك يا ديزلايك بحال بحال. شكرا بزاف، وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم. مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.